أنا بصراحة سيد الأخ محمد حسين اللي يعني مواليد 71 وربما مطلوب أصلا أيام الشباب يعني يقول ما ملتزم أيام الشباب والآن صار له 18 سنة ملتزم بعد ما سقط النظام ويقول أنا شو اللي أسوي؟ أخي الكريم شوفوا بعض الناس يقول إحنا ما ندري أن الصوم واجب ما يعني واقعا ما أعرف يعني في العراق والبلد والأذان والدعاء والسحور وهذا اللي مسحر شي يجي يقعد الناس هاي كلها ماكو إشارات أنه أكو شيء اسمه صوم والناس على حال ما تفطر وما تتغدى وما تتريق هذا يعني ما كان أكو في الإيحاءات ما أدري هذا كل واحد هو يعرف تكليفه كل واحد يعرف تكليفه بس واحد متى هات أفريقيا ما أدري وين بموزمبيق وماكو كذا يقول يا هذا ما كان يدري وبلد كل مسيحيين هو ما يدري مثلا أما في بلد العراق اللي هو كله مساجد وكله كذا ويقول أنه الصوم واجب عليه أو ما كنت أدري الصوم واجب قلت هاي قضية بينك وبين الله إذا كنت ما تدري أن الصوم واجب أصلا 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 ما تدري فعليك القضاء فقط تقضي قضاء كل اللي فاتك تقضي أما إذا كنت تدري أن الصوم واجب بس ما تدري عليه كفارة 60 مسكين كذا ما تدري يعني جهل بالكفارة وانت تدري ان الصوم واجب بس جهل بالكفارة هذا ما يسقط عنك الكفارة عليك قضاء وكفارة عن كل يوم اطعام 60 مسكين مع الاستغفار والتوبة الى الله لان هالفترة كلها كنت تارك الواجب الشرعي.